أينما كنتم أهلا بكم في مختبر بوابة العربية للأخبار التقنية. نتناول اليوم أهم الجوانب الإيجابية والسلبية لهاتف نوكيا E61. على الرغم من تحفظ البعض على شكله الخارجي وافتقاره إلى وجود كاميرا رقمية، إلا أنه يعد من أفضل هواتف نوكيا المخصصة لرجال الأعمال، لا سيما مع وزنه الخفيف الذي يبلغ 144 غرام وتطبيقات البريد الإلكتروني المتطورة، حيث يتمتع بلوحة مفاتيح كمبيوترية ومفتاح تحكم مرن يعمل بكافة الاتجاهات، مما يسهل عملية إدخال البيانات والتنقل بين مختلف التطبيقات. ويعتمد نوكيا E61 نظام التشغيل سيمبيان الذي يوفر مرونة وسلاسة لدى تنفيذ الأوامر. أما عن ذاكرة الجهاز فتبلغ 64 ميجا بايت، ويأتي معه بطاقة ذاكرة من نوع ميني SD سعتها 64 ميجا بايت. وبالنسبة للتطبيقات فقد تم التركيز لدى تصنيع هاتف نوكيا E61 على تطبيقات الأعمال، بما في ذلك تطبيقات البريد الإلكتروني المتطورة واستعراض مواقع الإنترنت وقارئ الأخبار أو ما يسمى بتقنية RSS، فضلاً عن إمكانية استعراض أشهر أنواع الملفات وإمكانية التعديل عليها. ويدعم نوكيا E61 معظم التطبيقات اللاسلكية بما في ذلك البلوتوث والشبكة المحلية اللاسلكية والأشعة تحت الحمراء أو ما يسمى بالIR. كما يدعم الهاتف تطبيقات متطورة بما في ذلك هاتف الإنترنت وخاصية اضغط وتحدث أو ما يسمى بالبوش تو توك، غيرها من التطبيقات الأخرى كتطبيقات التراسل الفوري فضلاً عن توفر جهاز مودم. ولا ننسى أن هذا الهاتف يدعم معظم شبكات الاتصال العالمية المعروفة إضافة إلى اتصالات الجيل الثالث. وعلى الرغم من أن البعض لا يزال يتحفظ على شكله الخارجي، إلا أن هاتف نوكيا E61 يعتبر صفة هواتف نوكيا المخصصة لقطاع الأعمال. مزيدا من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.aitnews.com.